هو انت مش ناوي تاكل كلام السكك؟ انا قلت ارجع عليك مت وعفنت وزرقيت. بس صدق لون ازرق يبقى حلو عليك. مفيش منك برباط. بقول لك ايه؟ انا قررت ارسم لك على وشك ابتسامه شبه ابتسامه الجوكر اللي في باتمان، وهو بكده بوصلتك للعالميه وتفضل الابتسامه على وشك على طول. اهي الكحه دي علامه الرضا. معلش يا فوفو ما تزعلش مني، ارد بس على التليفون. ايوه يا بابا. مروان انت ايه علاقتك بابن اخو زين العطار اللي اتاخد من المستشفى؟ مروان اوعى تكون عملت حاجه من غير ما تقولي. لو عرفت انك انت ليك علاقه بالموضوع ده هزعل. انت عارف بابا لما يزعل زعل وحش قد ايه؟ عارف عارف يا بابا. معلش يا فوفو هنأجل الابتسامة شوية. إياك تبتسم لحد ما أرجع. هزعل. بجد هزعل. الحمامة ماتت. عم سميح! عم سميح! يا عم سميح! إيه يا ابني؟ إيه في إيه؟ في إيه؟ مالك فهمني؟ الحمامة ماتت يا عبيدة. حسن بريء وعم حمزة بريء. يعني إيه؟ فهمني قصة الحمامة الميتة دي إيه؟ عبيدة مش وقته غباء، ركز. أنا جبت الحمامة. واكلتها من القمح بتاع عم حمزه، ما حصلهاش حاجه. وانا راجع المطبخ لقيت حمامه بتاكل من شوال غريب في وسط الشويله. اول ما اكلت من القمح الحمامه ماتت. خدت من القمح ده ورحت اكلت الحمامه دي، اول ما اكلت منه برضه ماتت. بص انا مش مترجم حاجه دلوقتي، بس كل اللي عايز اعمله اروح اخرج حسن وامير. يعني حسن وامير هياخدوا بقى؟ ايوه يا عم. اوعى يا عم سميح. عم سميح عامل لك مفاجاه؟ هتضرب لي بعديها تعظيم سلام. ايه؟ المأمورية اتلغت ولا ايه؟ بص بصراحة أنا مقلق. بس أكيد مش هي دي المفاجأة يعني. خمن تاني. بقول لك ايه؟ انجز وقول من الآخر. الإجازة اللي بعد المأمورية، الغردقة، أوتيل فايف ستار، طيرانك، حريمك، دلعك. عندي واحد صاحبي هناك مظبط لي أوفر ابن لذينة. هي دي المفاجأة؟ ده أنا قلت ترقينا ولا حاجة يا عم. لا، إحنا هنروح نستجم والترقية هتجيلنا على هناك. بقول لك ايه؟ أنا ماليش في الكلام ده، أنا راجل بتاع شغلي يا عم. إيه يا عم أكرم؟ ما تفك كيسك يا عم، أنت بتقبض شوية. يا ابني أنا راجل محترم. بعدين انت شبهه جنائيه، وانت ناسي حاجه مهمه كمان. انا يوم الجمعه الجايه راح اخطب، اروح اقول لها ايه بقى؟ بتفسح في الغردقه؟ طب بص يا سيدي، انت تقرا فاتحه يوم الخميس واحنا بعديها نروح نقضي يومين في الغردقه. ها؟ مش هسيبك. ماشي. يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاثنين ممكن نخرج من هنا نروح، مش كده؟ لا مش كده. لانه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاثنين مع بعض أنا مش عايز أروح معاك. اسمع يا جيل، إحنا هنعرف بعض من زمان قوي، مش لسه هنعرف بعض دلوقتي. عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الآخر. من الآخر؟ ماشي. بص يا حبيبي، دي التورتاية يا سليم اللي إحنا بناكلها بعد كل عملية. نصها بيروح لزين العطار، والربع بيروح لهاشم. وأنا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الأخراني من التورتة. وطبعاً الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجة ساعة هاشم معاه الربع حقه. وإحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد. ماشي الكلام، لكن أنا بقى مش مستريح وعايز أبقى زي هاشم. ماشي. يعني انت يا جلال عايز حتة زيادة؟ لا يا حبيبي، عايز الربع. الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. الف سلامة عليك يا جلال. وعليك يا حبيبي. انت شكلك كده في اليومين اللي انا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي. عشان كده بقى انا هديلك وصفة من عندي هتستريح عليها خالص. الورقة دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شوية مية وتشرب منها 3 مرات على الريق، مش هتبقى كويس وهتفارقنا. وتستريح وتريح. مش يمكن انت اللي تريح؟
حبل المشنقة مش بعيد تسليم طرفه في ايد حضرتي. لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمة الجديدة وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، تعبتني حشد الحبل غصب عني. وانت تعز عليا، ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان، مش كده يا سليم؟ مشكلة يا ريس ان الموبايل ده مقفول بقاله فترة، وبالتالي مش ده المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. برضه تبعت رجالتنا لنفس المكان، ومش بس كده، ما تسيبش حتة حوالين المكان الا لما يكون في حد من رجالتنا بيسأل فيها. في ايه يا حربي؟ انت خبت ولا ايه؟ دختي فوق. فارس عملته فيه ايه؟ لسه مش عارفين نوصل له يا ريس، بس ما تقلقش يا ريس، احنا جبنا العنوان صاحب العربية وهنجيبه. برضه مش بقول لك انت خبت. طب ايه؟ ايه دي يا عليا؟ ايه يا عليا؟ مالك؟ تعالي هنا بصيلي. في ايه؟ اتكلمي يا عليا. خد يا حبيب عمتك حتتين الذهب دول، تروح تتصرف فيهم وهات رجاله جداد كده على كيفك، وتروح على القصر توضب وتروقوا عشان فرحك على بنتي. عايشة كيف يعني؟ يعني ايه عايشة كيف يعني؟ يعني كده؟ اياكش فاكر اني كنت هديك رجية وتقعدوا تحبوا في بعض وتستجوا علي؟ لا يا حبيبي، انا ما احبش ابدا صباعي يكون تحت درس حد. عمتك تحب تكون شوكة في حلق اللي قدامها، يعني يوم ما تفكر تكح تخنقك وتموت. وبعدين ما انت خابر، رجية صغيرة وعيشة هي الكبيرة، يقولوا ايه الخلق علي؟ يقولوا جوزت الصغيرة قبل الكبيرة. لا ما ينفعش. قلي هنجروا فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يا عبودي. تفضل عمي. لبس. شكرا يا زكريا، طمني. قربنا نوصل للي خطفوه ياسمين، وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي، هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين. المهم بس أنا مش عايزك تنزل العملية دي لوحدك. ليه يا عم؟ هو أنا مش قدها؟ لا قدها، ما أنا لسه بقول لك يا زكريا، أنت كبير من يوم ما اتولدت وأنت كبير. أنا طول عمري أقول لأبوك كده، بس أنا مش مطمن. حوالينا عقارب كتير مستنية اللحظة اللي تلسعنا فيها. وإحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نصطادهم ندفنهم مكانهم؟ بنصطادهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه، بس لما نكون جنب بعض. انما دلوقتي زي ما انت شايف انا مرمي هنا وانت بره لوحدك. عشان انا لوحدي يا عمي لازم انزل العملية دي مكانك. الناس كلها لازم تعرف ان لو ما فضلتش غير واحد في عيلة العطارين كل حاجة هتفضل ماشية زي ما هي. راجل يا زكريا طمنتني. على فكرة جلال جالي عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقبتي، بس في نفس الوقت عايز يربط بيه ايد عيلة العطار كلها. وناوي على ايه؟ حطمعه. هو طمعان وانا حطمعه اكتر. والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكرة هعلقه من رقبته فيه. بس المهم يا زكريا، عايزك لو نزلت العملية دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. الضربة اللي بتصيب دايما بتيجي من القريب. خلي بالك يا عزيز انك عشان تثبت براءة حسن وأمير
هتثبت معاهم اني حكمت عليهم زور، حكمت عليهم باطل. مش القصد يا عم سميح، بس كل الموضوع ان انا خدت شويه قمح من المخزن بتاع عم حمزه واكلته الحمامه من الحمام اللي في البرج. الحمامه فضلت عايشه، معنى كده ان الاكل ده كويس ما فيهوش حاجه. وبعدين رحت المطبخ خدت عينه تانية من القمح اللي هناك، شوال كده شكله غريب في وسط الشواله، اكلت منه الحمامه تانية، اول ما اكلت منه ماتت. ده معناه يا عم سميح؟ معناه حد رمى الشوال ده في وسط الشواله، وانا مش ههدى غير لما اعرف مين الحد ده. بس سيبك سيبك من كل ده، كل ده مش مهم. انا المهم عندي دلوقتي ان احنا نخرج حسن وامير عم سميح. الحمامه ماتت وربنا رحمها من اللي احنا فيه واللي داخلين عليه. واللي داخلين عليه يا عزيز، مش لازم حسن وامير يبقوا فيه، احنا داخلين على ايام لازم كلاتنا نبقى يد واحده زي سور دار، طوبه جنب طوبه، لو طوبه واحده مخالفه السور ينهار واللي وراه يضيع. مفيش حرب من غير خسائر، واول خطوه في الحرب انك تعرف مين معاك ومين عليك. لو حسن وامير طوبه مخالفه مش زينا، مش منينا، مش يوت زينا، ما فتحوش عينيهم على الدنيا، ما يعرفوش اهلهم مين ولا فين. والدار دي هي ناسنا واهالينا واللي تستاهل نضحي بروحنا علشانها. حسن وامير عاشوا وسطينا، يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشره يعني، لكن عمرهم ما كانوا زينا ولا حيكونوا منينا. واللي عايزهم يبقوا زينا اكيد اكيد يا عزيز هو اللي زيهم. صدقني يا عزيز، الوقت ده فرصه عشان تعرف مين اللي يستاهل يعيش في الدار دي ومين لا، ما يصحش يكون موجود فيها. فكر يا عزيز كويس، مش دايما الحاجه اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح. وفكر كمان في المعمل بتاعك، يتحرق يتكسر يجرى له حاجه سيئه لا قدر الله، لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده. فكر فكر يا عزيز، انا عارف انك عاقل عاقل وراجل بتفهم صح. يلا اخوي يلا قوم على المعمل بتاعك، قوم نهار ربنا يهديك. ازاي حسن؟ عزيز ها يا ابني طمني، عملت ايه جوه مع سميح؟ ها؟ ها ايه يا ابني بكلمك على فكرة، انت شربت سبيرت ولا ايه؟ بقول لك عملت ايه جوه مع سميح؟ الحمامتين ماتوا يا عبيدة. ماتوا؟ ماتوا ازاي يعني؟ ماتوا، الحمامتين ماتوا. ايه يا عبيدة ما بتفهمش؟ طب ما تفهمني يا عزيز، انا بقول لك ايه، سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي يا عبيدة. سلمى، ما تعرفيش حازم اخوك راح فين؟ لا يا ماما، هو مش مع مدرس واصحابه دول؟ مش موجود، ما بيردش على موبايله. بعدين بقى مش عارفه هلاقيها منه ولا من ياسمين. بس ايه رايك بقى يا معلم في الجمجمه؟ اديني اهو خرجتك من غير بص ما حد يلمحك خالص. عاش يا هيرو، انت ناقص بس تخليه يشرب وتبقى برنس. سهل، بقول لك ايه؟ خد اشرب. اشرب بقى يا عم ما تصغرناش. هات واسكت. عارف يا هيرو؟ أنا بحب يارا أوي، بس هي مش حساني، مش إن هو اللي بيعجبها يعني، تحب الواد الصايم. بس والله مش مشكلتي، دي مشكلة أبويا الله يرحمه إن هو ربنا. يا عم أنت اتسطلت على الريحة ولا إيه؟ طب يلا بينا يا جماعة، أنا عايز أروح. خلينا قاعدين شوية يا حازم. ما أنتوا مش حاسين بحاجة، أنا اللي هروح البيت ومش عارف هيدخلوني ولا لأ. في يا عم؟ وأنت حد عبرك حتى برنة؟ الموبايل. الموبايل فين؟ التليفون جنبك؟ مش جنبي.
اسكتوا خالص. هيا يا زكريا. ما ينفعش حد يعاملك بطريقه مش عاجباك. طالما انت حاسس انك مش مرتاح للطريقه والاسلوب اللي بيعاملوك بيه يبقى لازم تعترض. ما هما يضربوني لو اعترضت. اصل انت مش فاهمه، انا التافه الوحيد في الشله دي. تمانية، الالم النفسي بيكون اصعب بكتير قوي من الالم الجسدي. يعني انت لو وقفت كده قدام حد وكلمته بثقه هيخاف منك، هيسمع كلامك، هيعمل لك اللي انت عايزه على طول. صح، انت صح. انا كنت دايما ولا تمانية. قوم ياض، في حكومه مرشقه في المنطقه. قوم خد البنت دي بسرعه وطير على خالتك هناء. قوم ياض. لو سمحت انجز يا لو سمحت انا معترض. مو ايه؟ معترض. معترض. وانا كمان معترض. إيه يا عره، واعتراضي وحش وما بحبش حد. ما بحبش حد يا عره يا عره. وما بتقول ده خلاص. يلا يا عادل سيبنا الموضوع ده كبير. يلا قوم امشي يا تجار. الله يا بنتي يا ناديه، ما سمعتيش اي حاجه عن الواد تامر؟ ما سمعتش عنه، انا قعدت معاه بس لما انت ضغطتي عليا، وبصراحه كده الكلام ما عجبنيش. يلا كان زمانك هتبقي ارمله. ليه؟ الواد ابن المجنونه من كتر شرب الخمره انتحر، ولا يمكن مات من الزعل عليكي. الحمد لله كنت هتجوزيني واحد مجنون. اهو خد الشر وراح، مالكيش حظ يعني في الجواز، واخده الحظ من وش ابوكي. بس انت خليكي معايا وانا هجوزك سيد زيدو. هتعتقيني بقى يا اختي الوجه الله، سيبيني في اللي انا فيه، انا مش ناقصه مصايب. مصايب؟